ما يقان الكتب اللي زوجت ربي تبارك وتعالى ما في تقزنت هن ربي تبارك وتعالى الزوجت كي كانت الكتب في العباد النس من اللي خلق جنوان وكاد من اللي خلق الخلق نس ولا حيت ربي تبارك وتعالى يوتن ذا القرآن أتنيقان صحف إبراهيم الزوجت ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام صحف موسى الزوجت ربي تبارك وتعالى في موسى عليه السلام الزبور يزوج سيد ربي تبارك وتعالى في داود عليه السلام التوراة يزوج سيد ربي تبارك وتعالى في موسى عليه السلام الإنجيل يزوج سيد ربي تبارك وتعالى في عيسى عليه السلام القرآن الكريم يزوج سيد ربي تبارك وتعالى في فرقة النح لمقرن لقى خاتم الأنبياء والمرسلين التقاد محمد صلى الله عليه وسلم.